بوتشينو على كابا فام كل يوم من الاثنين الجمعة من 7 للـ10 متاع الصباح. يا دار لي فهمت علاش نضحك هاكا محمد الهشري مرحبا. اقوى مرحبا نسمع هذه مرحبا تحسب الفاسيليتي. صباح الخير بالله قد بتحيي الامين الضبيب امين رجع شد امين رجع نبر عليك صباح النور. صباح الخير امين صباح الخير هكاك مازلنا نمشيو بصوت امين كان الصوت حاضر حاضر بالغياب امين الضبيبي. صباح النور حذامي صباح الخير كل من اختار انه يسمعنا ويتفرج فينا على راديو كابا فام اللي يشوف في فيديوهاتنا في اللايف والا اللي يسمع فينا هو في طريق العمل والا في الخدمه طريق السلامه للجميع هكا سرقتها من عندك وكمل انت كمل انت كد العجوز هذاك نتاع ديقه طريق السلام محمد هاي طريق السلامه للانتخابات الرئاسيه ان شاء الله طريق سيبون تعبد الطريق سيبون كانت بيست هي الحقيقه وفيها برشا ركازي في النهارين هذوما الطوالة يعني ترفعت برشا ضبابية انقشعت السحب الطريق واضح طريق طويل شوية واعر برشا واعر شوية ولكن اللي سايس روحه يوصل ديقة ديقة يلا نمشي مع بعضنا ملا ديقة ديقة لأبرز عناوين صحفنا الوطنية. البداية محمد إذا تكون مع الصباح في عددها الصادر بتاريخ الجمعة 5 جويلية 2024 اختارت أنها تعنون لايون متاحة كما العادة مع هيئة الانتخابات في صفحتها الثالثة تعلن رسميا عن رزنامة الرئاسية. بوعسكر يؤكد أن شروط الترشح مطابقة للدستور. شروط الترشح شروط يعني تقريبا صارت فيها بعض التغييرات ولكن ما خرجتش على إطارها ما خرجتش على إطار القانون. إذا كان مش نحكي شوية على أهم شروط العمر اللي كان 35 سنة ولا 40 سنة فهمني خاطر احنا جماعة 35 مع الشيخ ظالين ايوا لا انا مازلت صغيرين مازلنا ذر 40 سنة طب السن معقول جدا هو اهم حاجه انه يبقى عليك القانون هذاك نتاع دورتين وتعدى به هذاك فيه يعني هاك الباساسيون اللي لازم تتعدى من جيل لجيل شنو هو اخر فيه زاد طبعا ما عادش نحكيو عليه هذاك شرط الجنسيه انك ما تكونش من حاملي الجنسيه المزدوجه. حاجه اخرى اللي تبدلت حذامي اليوم انه القاعدة اللي تتك عليها باش تمشي تترشح للانتخابات الرئاسية معناها إذا كان اليوم باش نسيبوها في المحلول هكاك يعني احنا إذا كان 10 ملايين باش نلقاو 9 كل واحد ينتخبوا عائلته ونولي 9 ملايين قداش مترشحين. شنو اللي صار انه المترشح مطالب انه يلم 10,000 تزكية شعبية ماهوش مطالب باش يكونوا معرفه بالامضاء فقط بالامضاء العادي. ثم نموذج اكيد جدا مش هابطوا ليزي كما صار في الانتخابات اللي فاتوا على المجلس المحلي نموذج نتاع التزكيات يتعمر هذاك فيه لمحه على البرنامج الانتخابي نتصور مش يكون نفس الكونسيبت والا محمد بعض من شروط الترشح حسب ما جاء في الصفحه الثالثه من الصباح الوطنيه. خلينا نرجع لتصريح فاروق بوعسكر اللي اشار انه القرار تم اعداده بالنظر الى الشروط الدستوريه ويتابق حسب تاكيده مع مقتضيات الدستور والقانون الانتخابي. فسر انه تم تنقيح البابين الثاني والثالث وبموجبهما يشترط في المترشح لرئاسه الجمهوريه ان يكون ناخبا مسجلا في سجل الناخبين طبعا. ان يكون تونسيا غير حامل لجنسيه اخرى مولود لأب وأم وجد لأب ولأم تونسيين وكلهم تونسيين ودون سامحوني ضيعت دون انقطاع تبقى للفصل 89 من الدستور أن يكون دينه الإسلام وكذلك يجب أن يكون بالغ من العمر كما قلت أنت شكرا لك محمد 40 سنة على الأقل. يوم تقديم الترشح لازم يكون أن قد تولى منصب رئيس الجمهورية لدورتين كاملتين تقريبا نفس الشيء اللي أنت قلت تقريبا هكا. فيما يخص التزكيات حذامي اذا كان وصل معك فما 10,000 تزكيه والا 10 تزكيات من نواب مجلس الشعب والا 10 تزكيات من مجلس الوطني للجهات والاقاليم ولهنا باهي عجبتني المساواه هذه انه تحط زوز مجالس في نفس الحجم والنيفو تعطي يعني باش يوريك زوز في نفس على في نفس المستوى وزوز في نفس انتظارات المواطن او 40 تزكيه من المجلس المحليه من رؤساء المجلس المحليه
هذه تقريبا ابرز الشروط. المره هذه جات ثم بعض الاضافات، انه جاء انه اشتراط دينه الاسلام يكون شرط من شروط الترشح. هذا معمول بها يعني، حتى شوف فيه في لبنان زاد معمول بها الدين الرئيس. تعرفوا احنا في لبنان لازم يكون رئيس الحكومه من دين والرئيس من دين اخر، ولو انه لهنا ما نعرفش انا شنو مش تعتمد لزي في اثبات الديانات. هذه الحقيقه ما عنديش عليها معطم، ما عنديش عليها مؤاخذه وما عنديش عليها معلومه. انا تنعرفوا التفاصيل مع الزي. اي هذه النقطه سينو حتى تقدم لنا من بعد شوي النائب ياسين ميمي طبعا بعض التفاصيل كذلك. على ما اظن عنده التفاصيل الكل في هذا الموضوع. اكيد طبعا اكيد، واذا كان ثم اخلالات دستوريه والا اذا كان ثم خلقات دستوريه ما نتصورش انا مجلس نواب الشعب كان بقى ساكت والا ما خرجش طبعاً. ما خرجش تحليل ولا ما خرجش بيان في الغرض. نتصور ان الهيئه الانتخابات ما خرجتش على الدستور، وهذا المطلوب احنا اليوم فقط. طالب للناس اللي طالبت بشروط الترشح هاي جات، اللي عنده النيه واللي عنده الرغبه وفقا للدستور وفقا لما للقانون الانتخابي يتفضل ويمشي يتوجه للناخبين نتاعو. بعد شويه مش نعطي مقاربه اخرى. اليوم اكل الناس ثم نوعيه اسامي مطروحه اعلاميين، هو الترشح نتاعهم مازال اعلامي فقط يعني مازال ما هبطش عند ليزي، ولكن اكل الناس اللي كانت في امس في الايام خارج المسار، ما اعترفتش بالدستور، ما اعترفتش ببرلمان جديد، ما اعترفتش بالتوجه الجديد تاع الدوله بما يسمى ما بعد 25 جميلية. اليوم هذوما هما معنيين بالترشح. يعني ماذا يعني؟ ما يسمى كلمة تتقال في تونس يعني الحمد لله جيفهم صار نحل هكا ولا البارح تدخل فيها في بتيه. اي هاو علاش؟ يعني امس ماكش مستعرف واليوم ها هو دستور 25 جويليا جاب لك شروط ترشح وباش تقبل به. يعني زاد حاجة أخرى فيه نوعا ما من التحصين لمسار 25 جويليا، تحسين لتصحيح مسار الدولة بعد خلينا نحيوا التاريخ 25 جويليا لأنه تاريخ عيد الجمهورية بالأساس قبل كل شيء. يعني تصحيح لمسار الدولة اليوم تضمن ما عادش حتى إنسان قادر أنه يرجعنا لك المربع القديم، ما عادش حتى إنسان اليوم قادر يرجعنا للمربع بتاع العنف السياسي وما يعني شنو التبعات بتاعه، ما عادش نجم نرجعوا لها. هذه أحسن شفته قالوا الانتخابي أنه حصن تصحيح مسار الثورة أصلا. به نتناولوها أكثر تفاصيل من بعد الموضوع محمد نظرا لضيق الوقت. نمر إلى الصفحة الرابعة، توصيات بتحقيق التوازن بين الوقاية والعقاب، هذا اللي قالته الصباح. ماذا في مشروع قانون تصنيف الإدمان على المخدرات مرض وليس جريمة؟ هذا في أغلب دول العالم أنه تصنفوا مرض. الإدمان مصنف مرض في أغلب دول العالم وفي أكثر الدول. يعني ستخطار احنا باش نحكي في الموضوع. احنا الحقيقة ما كناش لا ما كناش أصلا نطرحوه هل هو مرض أو يعني جريمة. هو مي في العالم تقريبا أجمعوا على أنه مرض، ولكن احنا إذا كان مش نعترفوا به مرض ولا مش نحكيوا على بنية تحتية، مش نحكيوا على المراكز نتاع المعالجه من الادمان. اكلي من هناك كان عندنا مركز ظهر اي مركز هو مسكر ظهر لي مركز وحيد وكنا نتعداو نغزروا على جنب باش ما نحلوش الموضوع خاف الموضوع هذاك. ما نعرفش انا عندي قراءه اخرى في النقص نتاعنا. لا ويذكرني زاد انا بالشباب التونسي في السجون طبعا. اي موضوع كبير برشا. الصفحة الثالثة كذلك حكيت على النظام الداخلي لمجلس الأقاليم والجهات، تدارك ضبابية مهام المجالس المحلية والجهوية، ولكن فما مؤاخذة هذا اللي قالته الصباح. محمد مانيش نعطيك الكلمة نظرا للوقت، نخلي لكم من بعد الوقت الكافي. في انتظار تحرير العقود إحصاء أولي ل 200 من منظوري مؤسسة فداء لتمتع بالسكن الاجتماعي، هذا في صفحتها الرابعة. اقتصاديا في الصفحة السادسة، متجاوزة 1.4 مليار دينار في 2023 أرباح قياسية للبنك المركزي التونسي تدعم الاقتصاد الوطني. الافتتاحية بقلم عبد الوهاب الحاج علي، هجرة الأدمغة وورطة الأجيال القادمة. وكديما نذكركم الأخبار الرياضية تلقاها في الصباح في صفحة 15-16، تصفية كان المغرب 2025 تونس في مجموعة متوازنة، وباقي الأخبار تواصل معكم على امتداد صفحتين. نمر بسرعة محمد في الدقيقتين المتبقين
للصحف اللي اخترنا انه نحكيوا عليهم اليوم ونقدموا ابرز عناوينهم. تقريبا اجتمعت كذلك الشروق في عددها صدر بتاريخ اليوم على ذات الموضوع: الحصانة والاستقلالية ومدة الرئاسة هذه فصول النظام الداخلي لمجلس الجهات والاقاليم في الصفحة 11. باقي الاخبار والمتابعات هذا تقريبا العنوان الابرز في العيون في الشروق. نمرر لك الكلمة محمد تفضل. لأن باختصار في جريدة الصحافة والمغرب شنحكيو اليوم نبداو بالصحافة اللي في صفحتها الثانية حكيت على مجلس الوزراء اللي يتداول في مشروع قانون تنقيح المجلة التجارية وإتمامها اللي المجلس الوزراء أشرف عليه رئيس الحكومة نيابة على رئيس الجمهورية. نلقاو أيضا في الصفحة الثالثة هيئة الانتخابات تعلن عن الرزنامة الرئاسية ما بين 14 جويلية و9 نوفمبر 2024 وانطلاق العد والحديث على خلاص تونس لديونها إنجاز ولكن بكل فمالية واجتماعية كبيرة. هذا عنوان الصفحة التاسعة في حسب المرصد التونسي للاقتصاد و1500 دينار خسائر مالية تتكبدها شركة نقل تونس يومين على مستوى البلور فقط وأعمال التخريب تعمق معاناة أسطول النقل المهترئ في الصفحة السابعة. بالنسبة نعم. لجريدة المغرب طبعا جريدة المغرب مش تاخد تحكي لك يعني جريدة المعارضة متسمية نوعا ما وتحكي على استحقاق 6 أكتوبر المناخ العام والانتخابات الرئاسية. حكيت على الهيئة ورزنامة الانتخابات وشروط الترشح وفتح باب الترشحات من 29 جويلية حتى 14 تبتد فترة 29 جويلية وفترة انتخابية لا الدات ترجع بالتويلي باب الترشحات بداية من 29 جويلية والفترة الانتخابية اللي تمتد نهار 14 جويلية تمتد من 14 جويلية إلى حد الإعلان عن النتائج النهائية كلها تعتبر فترة انتخابية. ولهنا فقط يا حذامي لازمنا نفرق ما بين الفترة الانتخابية علاش عاود تقريتو مرتين الخبر ما بين الفترة الانتخابية والحملة الانتخابية. الحملة الانتخابية تضبطها ليزي بتواريخ والفترة الانتخابية في حد ذاتها هي اللي تعلن عليها ليزي وتهبط بلاغات أيضا لوسائل الإعلام في شأن التعاطي الإعلامي في الفترة الانتخابية حتى إلى أن يتم تركيز أي سلطة سواء في الرئاسية التشريعية ولا في المجالس المحلية والأقاليم كلها تعتبر فترة انتخابية لأنه إمكانية الانتخاب ديما واردة في الفترة هذيك يعني تطيح قائمة تطلع قائمة يطيح اسم يطلع اسم خروقات كله يعتبر فترة انتخابية. نردوا بالنا من الخروقات حتى يعني في المطلق في العام ردوا بالنا من الخروقات الخروقات نجم نتيحوا فيها هذية عن غيري خاص نقولوا احنا وفات الانتخابات هات ندخل في التحاليل نجم نطلع ونهبطوا ولكن هي كلها تعتبر فترة انتخابية إلى أن تعلن لزي نهاية الفترة الانتخابية. واضح جدا شكرا ليك محمد. أكيد باش نرجع بالتفاصيل الكل من بعد شوية باش يكون ضيفنا النائب ياسين مامي ولكن قبلها محمد نعرفك تحب عاد المحواس والفازات وتلقى الكادوات تمشي انت لول نمشيو شيخو نمشيو تفرهدوا هي هذيك تفكرها تاع اورانج نمشيو لاتصالات تونس نمشيو شيخو مع التليكوم تاع التليكوم فوالا. من بعد شوية باش نقدموا لكم في قليبيا نهار 7 جويليا شنو موجود بالضبط يسنى فيكم الحقيقة تورنوا يعمل 66 كيف تحديدا في حمام الغزاز زاد باش تلقاوهم في الهوارية في المرسى وفي سوسة والفينال باش يكون في المستير. شقولك نعملوها الدورة ذي الكل جولة هي لشطوط تونس وأزين شطوط البلاد أي بعد شوية ما نقدم لك التفاصيل.